انت شو عم بتساوي؟ لازم اقطع الشجره، امبارح شفت بالتلفزيون فيلم اجنبي، كانت العصابه متخبيه ورا الشجره، لازم اقطع. خلص 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 اتركيها تعي. غسان بكره بنزرع غيرها، هي ما بدنا اياها. خلص حبيبتي خلص بنزرع، بنزرع شجره غيرها. لا لو سمحت خليني اشيلها من هون. تعالي عم اقول لك مو حاببتها. ياسمين تعالي معي بقى، قولي لي شو بك اليوم متضايقه؟ مو حاببتها، لا تحاول تهديني غسان لاني ما رح اهدى لاقطعها. بدي اقطع الشجره. حياتي تحت هالشجرة هي بالذات في إلنا ذكريات كتير. أي وإذا بعرف أول زواج لإلنا ما عملنا تحت الشجرة هي؟ أي مبلا تتذكري قديش عملت أنا وياكي شغلات تحت الشجرة؟ أول مرجوحة لجلال علقناها هون كانت فكرتك أنت. ها أنا أول مرة بشوفك خايفة لهالدرجة ومتضايقة ياسمين. شوفي طول ما أنا عايش ما بسمح لحدا أنه يضايقك أنت أو جلال، فبترجاكي لا تتوتري. ما بقدر ما أتوتر غسان، أنا خايفة يصير لك شي. أنت ما لك ملاحظ بس أنا بحبك كتير، عن جد صاير عم حب كل شي فيك، وشك، عيونك، شفايفك، خدودك، كل شي فيك عم حبه. هلأ أوقات بتتغلص وبعصب منك. عن جد أوقات بعصب منك كتير، بس حتى بهي الحالة بحبك كتير غسان. غسان أنا بعرفك منيح، أنت بتخاطر بحياتك حتى كرمال ناس ما بتعرفون. أنت أحسن إنسان بشوفه بحياتي والله العظيم. لما كنت صغير بالعمر كان أبي عامل لأمي بطريقة مو منيحة، وكنت أسمع صوت صراخ أمي من الغرفة وما قدرت أعمل شيء، ويمكن لهذا السبب لما كبرت وصرت أقدر أعمل شيء كان كتير صعب علي أني أسمع صوت صريخ الناس وما ساعدهم. بس هذا ما بيعني أني ما بخاف، لا أنا بخاف وبخاف كتير كمان. أكتر شيء بخاف منه بالدنيا أني أفقدك ياسمين. أنا ما حبيت حدا بالدنيا كلها قد ما حبيتك. معقول ما قلت لك هذا الحكي من قبل؟ لا ما قلت لي هالحكي من قبل، بس أنا مرة ذكية بفهم لحالي وبحس على الطاير. مرتي الذكية. يلا لشوف رجع لي إياها. ما حبيت حدا بالدنيا كلها قد ما حبيتك. أنت لهلأ ما صلحت رجلة للطاولة؟ إيه بكرة أكيد. بكرة 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 ايه بكرة ايه يلا. تذكرت شغلة مهمة. شو هي؟ غسان انا اسمي غسان. ياسمين اسمي. تشرفت فيكي يا ياسمين. وأنا تشرفت فيك. أصحك تقول لحدا أنك شفتني بهالمنظر؟ الرجال ما بيحكوا عن المرأة اللي بيهتموا فيها لحدا يا ياسمين. أنا موافقة أتجوز. بحبك كتير غسان. وأنا بحبك وبموت فيك. أنا حامل غسان. غسان 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 لا مشان الله ساعدوني. غسان يا ناس غسان طواص ساعدوني مشان الله. غسان نسوان حارة الزهور واجهتنا مشاكل كبيرة لحد اليوم، وقدرنا نتخطاها بكل صبر وتفاهم. مثل صحن بيوقع من ايدنا فجأة وبينكسر. او فجأة بتنتزع شغلة بالبيت.
مثلا منلاقي شكوى جاية من المدرسة اللي حاطين فيها أولادنا، أو مثلا منشتري فستان جديد وما بيطلع قياسه ظابط علينا. يا رب تخيلك. وبكتير من الأوقات هيك مشاكل سخيفة منتعامل معها كأنها مسألة حياة أو موت. يا الله دخيلك على هالصباح. خليني لمون بعدين بكنس بمكنسة الكهرباء بلا ما ننأذى. شو هالقواص هاد؟ والله ما بعرف شو صار للغسالة، فجأة وقفت، ولسه الأسبوع الماضي إجوا صلحوها ورجعت انتزعت، والغسيل عندي مكوم. طلع صوت قواص من برا، روح منحكي بعدين. بنتك صايرة عدوانية كتير يا لؤي. هلأ شفتها مخبية رسالة شكوى بعتينا من المدرسة كاتبين فيها إنه كل يوم عم تضرب رفقاتها بالصف. العمى شو هاد؟ لؤي سمعت صوت قواص؟ محل راقي وعم يبيعوا بضاعة ستوك، ما بيستحوا على حالهم. رح روح بدل هالفستان ورح زدته بخلقتهم كمان. شو هادية؟ بس بعدين يلي صار بالحارة شي مو عاملين حسابه أبدا. يا ربي دخيلك شو هالصوت؟ غسان سمعتوا شي؟ غسان رد علي. هذا صوتها لياسمين. ايه مضبوط صوتها. غسان ياسمين غسان. وقتها بس عرفنا شو يعني الإنسان يمرق بمسألة حياة أو موت. مشان الله ساعدوني، طلبوا الإسعاف، طلبوا الإسعاف بسرعة، شو بكون؟ طلبوا سيارة الإسعاف. غسان لا تتركني لحالي مشان الله. غسان بترجاك رد علي احكي اي شيء. غسان لا تتركني بوس ايدك. غسان لا تتركني بوس ايدك. بوس ايدك لا تموت. الو بدي سيارة اسعاف على حي الزهور فورا. ايه حي الزهور بس بسرعة. غسان بوس ايدك احكي، قول اي شيء، قول اي شيء. غسان غسان بابا حبيبي جلال انت لا تطلع عنهم. لا حبيبي حبيبي لا تموت لا تموت. بوس ايدك احكي شي كلمة تطلع فيني يا عمري انت. فتح عيونك. ما بعرف شو صار، الصبح كنت عم انه لما كنا قاعدين بالجنينة غسان طلع على رجله الطاولة مكسورة دخيل عينك فيك تصلحها قبل ما تروح على شغلك. قال لي تكرمي حبيبتي بكرة بصلحها. وما صار بكرة يا ربي، ما صار بكرة يا ربي. ما لقيته غير تسطح قدامي على طول وأنا ما عرفت كيف وليش وقع على الأرض. صار ينازع قدامي. يا ربي دخيلك يا ربي تصبرني. شو صار؟ دكتور طمني عنه، هو منيح ما؟ اهدي شوي بالأول لو سمحتي. ليش؟ اللي دكتور شو صار؟ مع الأسف ما قدرنا نساعد المريض. العمر لكم. شو؟ الموت الشيء الوحيد اللي ما بنعرف امتى بيجينا، والانسان لما بيفقد رفيق عمره وشريك حياته بيكون هذا اكبر حزن مر عليه. تتركني غسان وياسمين عاشوا سوا على الحلوه والمره وبالصحه والمرض، وعاشوا مع بعض بكل الظروف. بس اجا اليوم يلي افترقوا فيه عن بعض. انا هلا اعطيتها ابره مهدئ، بعد شوي بتنام وبترتاح. لامر لكم مره ثانيه. يسلم عمرك. خليني وصل. شكرا. خلينا نفوت لعند نرمين. يا عمري دهقت عليك الدنيا ورحت وتركتني. انت الوحيد اللي ما بقيلك مكان تنام فيه يا روحي انت. اخ يا عمري انت يا غسان. غسان غسان. خلص ماما روقي شوي. وين روقي يا غسان؟ أنا ليش ما أخذتني معك؟ يا عمري أنت ما بدي أعيش بهالدنيا بلاك. أنا ما بدي أعيش بهالدنيا بلاك. شو أعمل؟ يا ربي بترجاك أعطيني قوة لأتحمل فراقه يا رب. يا ربي
كملي شغلك، أنا بشوف مين على الباب. ماشي. عفوا، بيت مين بدك؟ مرحبا. أهلين. ما تواخذيني، آسف على الإزعاج. لا ولو. عم بنتقل على البناية يلي ما بيلك. والله جد؟ أهلا وسهلا، ألف مبروك إن شاء الله. شكرا لك. العمال عم بيشتغلوا وبدهم يشربوا شاي، وأنا لسه ما جبت الغاز على البيت، فبدي أسألك إذا بلاقي عندك شي غاز صغير، لأنه ما لقيت حدا ببنايتي، لهيك عم بسألك، فما تواخذيني أمان. بصراحة بقدر دلك على محل ببيع غاز، بس ما بنصحك تروح لهونيك. أنا رح أعمل لك شاي، تكرم عينك. بس ما أكون عم عزبك ها. لا ولو، استغفر الله. يعني بيقولوا إنه النبي موصي بسابع جار، ما هيك؟ يعني اليوم قدمت لك مساعدة، بترد لي إياها مع الأيام. أنا بعمل لك الشاي وبجيب لك إياه فورا. طيب ماشي، نحن هنيك. شكرا. تكرم عيونك. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. شكرا لك، عزبتك. صحة وهنا. قلي إذا بدك أعمل لك أي شيء تاني. لا لا، أنا حليت الموضوع، شكرا. هات أنا بصب. شكرا لك. تكرم. تعالوا ارتاحوا يا شباب، إجا الشاي. تعال اشرب، تعال. تشربي معنا؟ لا شكرا، ما بدي. بس معليش ترجع الكاسات بعد ما تخلصوا. طبعا طبعا، أنا برجعهم. شكرا كثير لك، ما تواخذيني عزبتي. ما في عذاب. أنا غسان كاليونجو. ياسمين أنداي. تشرفت بمعرفتك ياسمين. وأنا تشرفت بمعرفتك. الصبية بنتك؟ بنتي. مرحبا. أنا ديما. أنا غسان، تشرفت فيكي. وأنا كمان. ديما تعي بنتي، خلي امك ترتاح شوي. يلا، وانت كمان لازم ترتاحي. تعي حبيبتي، تعي معي. الله يصبر قلبها، والله صعبه. كيف بدها تتحمل هيك مصيبه؟ ما بعرف. غسان رفيقه عمرها وحبيبها، وما عادت تشوفه وتسمع صوته بحياتها، والله صعبه. الفراق صعب كتير. خلينا نطلع، ما قدرانة اتحمل شوفها بالوضع. كان صعب على الكل يتقبل موت غسان. هاد البوط بيكون لبابا، ليش حطيته هون؟ يعني بابا رجع من المستشفى؟ والأصعب تخلي طفل يتقبل هيك موضوع، والأسوأ كيف الواحد ممكن يقنع طفل بهيك فاجعة بدون ما يزعله. عمو رمضان، ممكن تاخد لارا وتفوتوا لجوا؟ حبيبي تعال معي، خلينا نحكي كلمتين مع بعض. بدي اعمل هلا؟ قلي كيف بدي يكون لي عين تطلع بوش رفيقتي بسبب يترملت وهي لساتها صبيه باول عمرها؟ يا ربي، وابنها بعده صغير رح يعيش بدون اب، شو اعمل انا هلا؟ فهمني، انا السبب. امال مين كان متوقع انه تصير هي المصيبه؟ روقي حبيبتي ولا تزعلي حالك، انت مالك ذنب. كيف مالي ذنب؟ انا اللي تسببت بقتله حازم. غسان لما اتصل فيني وقت انت كنت بالمشفى قال لي انت نسياني ضو بيتك شغال، يا ريتني بوقت قلت له لا تدخل على البيت ولا تعمل اي شيء. رح جد كيف قلت له فوت على البيت؟ كان لازم الا رح تجيك مصيبه من وراها، لا تفوت. الله لا يسامحني على هالعمله هي. خلص حياتي، انت ما كنتي بتعرفي هيك رح يصير. غسان ما كان بيعرف، ما حدا كان بيعرف. يا ربي دخيلك، شو اعمل؟ كيف بدي اطلع بوش ياسمين المسكينة؟ كيف بدي اطلع بعيون جلال مرة تانية؟ يا الله. Oh,
ليك حبيبي جلال، اسمعني، انت بتعرف انه ما في اب بالدنيا ما بيحب ابنه كتير. بس احيانا نحن ممكن ما نقدر نعبر عن محبتنا لاولادنا بكل وقت، يعني ممكن نعصب ونعيط ونصرخ على اولادنا، واحيانا بنوعدكم انه نعمل الشغلات اللي بتحبوها ومننسى، حتى احيانا ما بنلعب مع اولادنا كتير. ومو بس هيك حبيبي، احيانا بننسى شغله كتير مهمه، بننسى نقول لاولادنا قديش بنحبهم. بابا بيقول لي بحبك على طول. صح، لانه انت ولد محظوظ وابوك بيحبك كتير. بس في اوقات الابهات بيتركونا وبيروحوا لمكان بعيد. يعني بابا راح لمكان بعيد؟ ما عاد يحبني ولا يلعب معي؟ مو صحيح هالحكي حبيبي، ابوك راح يضل يحبك وما راح ينساك ابدا. لؤي حبيبي، انت شو عم تعمل؟ روشان، انا لازم اخبر جلال بالشي اللي لازم يعرفه. جلال عنده ام وعنده اخت بيخبروه، انت ما بحق لك تحكي شي. انا فهمت كل شي اصلا، خلص بابا راح على مكان بعيد وما بقى يرجع على البيت. الله يرحمه ويجعل مثواه شديد. وين ماما؟ عم قلكن وين ماما؟ ماما جلال، ماما بابا راح وتركنا وما عاد بده يرجع. جلال جلال جلال، اتركوني بدي اعرف لوين راح بابا. ما ترتاح شوي، تعال معنا، روحي تعال تعال تعال. يا الله كيف بدنا نفهمه؟ راح حبيبي. ليك وانا مقهورة كتير على عمه، بس نحن مو طالع بايدنا شيء ابدا. ابوك كان شخص طيب كتير وكلنا منحبه، بس هلا هو راح لعند الملائكة. ماشي؟ يعني بابا هلا راح الجنة؟ اي حبيبي، هو هلا بالجنة. أختي؟ نعم جلال حبيبي. فيكي تعملي لي كبة هلأ؟ هلأ بدك كبة؟ ما بصير يعني؟ بلا بصير حبيبي، رح أعمل لك إياها. حلو، وهلأ شو طاوة ها؟ يلا أوبا، برافو عليك جلال. يلا واحدة تانية. أوبا غسان، الكبة صارت جاهزة. يلا حبيبي، شد رجلك منيح وقوي الشوطة. مع مين عم بحكي أنا؟ يلا تعوا لا تخلوني عصب. يلا جلال تعال بلا ما نخلي إمك تعصب. ها يا ويلي شو بحب هالأكل. غسان حبيبي، فيك تاكل بالشوكة، لا تاكل بإيديك منضر بتشهي. طالع لأبوك بتحب الكبة؟ جلال بس تشوف هيك كبة اوعى تروحها من ايدك. كل عم اكل. جلال عمري، إذا بدك حبيبي خود الطابة وطلع العاب برا مع الأولاد بتتسلى. نجلة عم تلعب برا بالحارة، شو رأيك تطلع وتلعبوا سوا؟ جلال حبيبي، ما بقيان عنا لحمة بالبيت، رح روح اشتري مشان أعمل لك كبة. ماشي؟ هلأ بدك تعملي كبة؟ جلال طلبها. ما في داعي تروحي على محل، أنا عاملة كبة تازة ليك جاهزة عندي بالبيت، هلأ بروح بجيبها وبسخن لكم إياها. لا خالي رفيف، لا تعذبي حالك، أنا هلأ بروح. شكرا. خلص لا تروحي، أنا بروح بجيبها من البيت. أما أنتي ضلي معه حبيبي جلال، أنا راح أجيب الكبة، بدي دوقه أطيب كبة لحبيب القلب، اتفقنا؟ هالمرة بدي أكل الكبة من تحت إيدين خالته رفيف، لا تتركي. طيب ماشي، شكرا خالي رفيف.
جلال تعا حبيبي، شو رأيك نطلع لبرا؟ تعا معي. ما تواخذيني، عذبتك معي، كنت اجيت لحالي بتاكسي من المطار. شو هالحكي هاد عمر؟ مرة تانية بقول لك اللي عم رقلكم. شكرا. بتعرفي بعدني مصدوم؟ ما عم صدق اللي صار. خليني هلا افوت لعندهم، ما لازم اتركهم بهيك موقف لحالهم. لو ما عندي مواعيد بالمشفى كنت ما تركتك، بس عن جد ما بقدر. بعرف حبيبتي، والله بعرف. يلا يا روحي بلا ما تتأخري. زعلت على رفيقكم، وصل تعزية للكل. ماشي بيوصل. رفيف. مرحبا. كيف ياسمين؟ كيف بدها تكون؟ بتعرفي لهلا ما عم صدق انه مات، بعدني مصدوم. كنت بانطاليا عندي اجتماع بخصوص الشغل واول ما عرفت بالخبر فورا حجزت باول طياره واجيت. بتتذكر لما رحنا على انطاليا مع ياسمين وغسان الصيف الماضي؟ اكيد بتذكر، هيك روحها ما بتنتسى. بتذكر كيف كنت رح اغرق بنص البحر وقت فجاه طلع موج قوي؟ ايه، وقتها كثير تعبت وخفت يصير لك شيء لا سمح الله. وزعلت من حالي لانه ما بعرف اسبح منيح، لو ما غسان سبح لعندك وأنقذك كنت خسرتك. ما عم تطلع كلمة المرحوم على لساني. غسان خلص راح يا عمر. رفيف العمر إلك. شكرا. أنا بدي فوت لعند ياسمين، الكل هنيك مو؟ إيه كلهم هنيك، أنا راح أجيب كبة من البيت، جلال مشتهي ياكلها، بروح بجيبها وبجي. طيب برجع بشوفك. طيب. أنا بشكرك على كل شيء، نحكي بعدين ماشي؟ كتير حابة أفوت معك عمر. مو قلتي عندك مواعيد بالمشفى؟ ما في شيء مهم، بقدر ألغيهم. لا تلغي شيء، خلص روحي لا تتأخري على مواعيدك، أنا فايت لعندهم هلا، بشوفك. ماشي عمر. ليش وقفت؟ في شي؟ فينا نحكي شوي؟ من لما طلعنا من المطعم وانتي متضايقة وما عم تطلعي فيني وضليتي ساكتة طول الوقت، شو بكي ياسمين؟ ليش عزمتني اليوم على العشاء؟ مشان نتعشى لحالنا، وين المشكلة؟ مو مشان شي تاني؟ نحن قلنا سنتين عم نحكي مع بعض وانت ما تحركت غسان. ايه مظبوط، معقول مرقوا سنتين؟ يا الله الوقت عم بيمرق بسرعة كبيرة كتير. ايه والله الوقت ما بيستنى حدا بنوم، ونحن عم نكبر بسرعة. ما كنت بعرفك انك بلا احساس لهالدرجة. شو قلتي؟ انت عن جد بلا احساس؟ يعني انا عملت شي ضايقك ياسمين؟ لا ما عملت شي ابدا. اصلا هاي مشكلتي انك ما عملت شي. برأيك مو لازم تخطي معي ولو خطوة؟ مثل شو؟ غسان هلأ انت بدك تجنني ولا شو؟ نحن السنة الماضية مو أخذنا قرار انه نتزوج؟ ايه. هلأ بدك تقول لحالك شو هالمرأة قاتلي حالها على الزواج؟ اصحك تفكر اني بفكر بهالطريقة. انا السنة الماضية اذا بتتذكر إذا بتتذكر ضليت ناطرتك باليخت طول الليل، علقت الأضوية ولبست وجهزت حالي ورجيتك صور كل شيء كنت عملته. أي بعدين أنت ما أجيت، وأنا بوقتها حسيت حالي سخيفة كتير، قلت ممكن يكون ما حبني بعمره وما بده يعني شريكته ولا حاطت بباله فكرة الزواج بنوب. بعدين الليلة الماضية لما طلبت مني نتعشى سوا فكرت كتير بالموضوع، يعني يا ترى بدك تطلبني للزواج وأنا لازم أوافق عليك؟ ياسمين في مجال إنك تهدي شوي،
أنا حابب ورجيكي شغلة بس روقي شوي. فاجأتني كتير، خجلانة منك كتير، مالي عارفانة شو أحكي، مبسوطة كتير. بيشبه الشي اللي عملتي؟ أحلى منه بكتير طبعاً، يلي أنا عملته بغير ترتيب. لا لا، هذا أحلى منه بكتير. أنت اللي حلوة وبس، تعالي. حاسة قلبي رح يطلع من محله. غسان أنا موافقة أتجوزك. ياسمين ما بدي ما بدي ما بدي هذا، مو أنا اللي لازم أقوله. يا الله شو خجلاني، مو معقول. لا لا لا، منيح يلي قلتيها، ما كنت عارفان شو بدي أحكي. مع أنه كنت محضر لك غير كلام، بس هيك حلو كمان. ليك أنا بدي أتزوجك لأني بحبك موت ياسمين. وأنا بحبك وبموت فيك يا روحي. غسان غسان، قلبي عم يحترق من جوا يا ربي، قلبي عم يحترق ويموت. غسان ما بدي أعيش بلاك غسان، نخيلك يا ربي تساعدني وتصبرني عفراقه وما عم بقدر اتحمل. أمي ماما ليكي جبتلك شوربة، قومي كلي. بنتي مالي قدراني آكل، لا تعذبي حالك على الفاضي. ماما بوس إيدك كلي، لازم تاكلي مشان تقوي. ديما مالي نفس اكل، ما عم بقدر اعمل شيء، اتركوني. ماما لو سمحتي انتي لازم تاكلي شيء. قلت لك مالي قدرانه، خلصنا. ربي دخيلك. بتتذكري هاي الصوره؟ انت بتتذكري كيف تجوزنا؟ ايه طبعا بتذكر، وقتها كذبنا على عمو غسان، الفنا قصه ليصدقنا. بتذكر عملتي هيك لانه ماما ومصاري، لغيتي العرس مشان ما يتكلف. صح بتذكر. ياسمين ما صار لشي، ما هيك؟ ديما سربرايز. لك انتو شو عاملين؟ مالي قدراني استنى اكثر، تجوزني هلا. هلا؟ ايه. انت شو عامله هون؟ انت قلتي انك حابة تتزوجي بصالة عرس مرتبة، مزبوط؟ بدي اياك انت وبس. طيب والتول الابيض وقالب الجاتو الكبير وفستان العرس؟ انا بدي اضل جنبي كل العمر، انا ما بدي اعيش بدونك ولا يوم. <تصفيق
بس رح تندمي بعدينها. ما رح أندم بحياتي، أصلاً أنا كل يوم بقرار وأنت بتعرفني. يعني اليوم بقول بدي جاتو بالكريمة، بكرة بقول بدي إياه بالكاكاو. طلبت عرس بطبل وزمر، بعدين غيرت رأيي وصرت بدي بيانو وكمانجا. فستان العرس شفت بعينك كم واحد غيرت. شغلة واحدة يلي أنا متأكدة منها منيح، أنت غسان بحبك وبموت عليك. وأنا ياسمين، أنا اللي بحبك أكتر من روحي. ما بدي أكبر بالعمر بدونك. وعدنا بعض نعمل عيلة ونكبر ونخدي إرسوة، وعدنا بعض ما نفترق، بس ما قدرنا نوفي بالوعد. عن جد غسان ما عم بقدر صدق كيف راح عم بالي عيد زواجنا الأول. معقول انسى هيك مناسبة؟ ليكي ياسمين، إذا مفكرة حالك هربتي من الهدية فأنت غلطانة، غلطانة كتير. بوعدك إنه بكرة رح جيب لك أحلى هدية. لا إيه؟ غسان شفت كيف مرقت سنة على زواجنا بسرعة؟ كأنه مبارح. لا لا، مالي مصدقة بنوب، مالي مصدقة إني مرتك وعايشة أنا وياك. مالك مصدقة مالك؟ لا لكان خليني صحيكي شوي مشان تصدقي. نسينا شغلة كأنه. شو هي؟ دقيقة، في شي ناقص. اقرالي شعر. نعم؟ سمعتني شو قلت لو سمحت. يا حبيبة قلبي، انت تزوجت الرجال الغلط، معناتها انا شو بفهمني بالشعر وبهي الشغلات كلها؟ لا، انا تزوجت الرجال الصح يلي بده يقرالي. قول شعر ورح اعتبر هذا يوم ما بينتسى. يا ريت لو بعرف شعر رومانسي، بس عن جد ما بعرف. مو شرط يكون حياتي رومانسي. ما بدي اصدمك. بوعدك ما بنصدم. يلا عم بسمعك. انا متاكد رح تندمي. ما بندم، يلا قول. بس ممنوع المسخرة. اطمن، ما رح اتمسخر. طيب لكان اسمعي. طالما اصريتي على الشعر، انا متذكر شي من ايام الطفولة بالمدرسة. غسان شوف ايدي عم يرشفوا. خدي قلبي وخلي ملكك. واعطيني قلبك ليكون ملكي، مشان يعيش حبنا على طول. غسان، شو صار؟ انت كتير رومانسي وحساس. بالله. تعال حبيبي بأول عيد زواج لإلنا قرالي شعر. غسان، قولي حبيبتي عم بسمعك. خد قلبي وخليه ملكك. فاضي سيدي؟ قول شو بدك؟ أرض الإنشاءات اللي حفرنا فيها حسب الإخبارية اللي إجتنا من فترة. إيه؟ لقينا الجثة مدفونة هنيك. شو؟ بتبعتوا الجثة على الطب الشرعي بأقصى سرعة، لا تضيع وقتك أبداً. حاضر سيدي.
لؤي أنا خجلان منك وبدي أعتذر لك، لأنه هداك اليوم تهجمت عليك واتهمتك بدون ما أعرف شو هي القصة بالضبط، بس ضايقني الموقف وغلطت بحقك فلا تواخذني. لا غسان، ما في داعي تعتذر مني، كلامك صحيح، يعني كان معك حق بالشي اللي قلته. لا يا رجل، شو هالحكي لك؟ حتى ما حاولت أني أفهمك، مالك شايف يعني شو عملت بحالك بسببي أنا؟ قلي شو أعمل يا غسان؟ ما بتتخيل قديش أنا مقهور وتعبان، عم يخطر لي أني ضل عم بضرب حالي حتى موت. لا لا تحمل حالك أكتر من اللازم، الشغلة مو بإيدك. الواحد فينا أحياناً بينحط تحت ظرف، بينجبر يعمل غلطة ما بينساها طول عمره، بس غلطتي كتير كبيرة. أنا قتلت واحد يا غسان، نهيت حياة إنسان بدون قصدي، يعني لو ضل 100 سنة عم خطط لقتله ما بيطلع بإيدي. أنت قلت لحالك كنت مضطر بدون قصدك يعني. قلي شو الفرق يا غسان إن كنت قاصد قتله ولا مو قاصد؟ بالنهاية أنا اللي قتلته، هلأ العقاب اللي عايشه إني عم موت كل يوم 1000 موتة. صدقني يا غسان ما ضل جواتي رغبة بالحياة. لا تقول هيك بترجاك، أنت تصرفت مثل أي رجال بيتصرف لو صارت معه هالقصة هي. كنت بدك تحمي عائلتك، كنت بدك تحمي حالك لؤي، يعني ما عملت هيك لتحمي مجوهرات مرتك أو مثلا بسبب غيرتك رح ترتكبت جريمة. لؤي تأكد، لو أنا كنت مكانك كنت تصرفت نفس الشيء، الكل بيتصرف مثلك. حميت عائلتك وحميت بيتك من الخطر يا لؤي، لأي سبب كان، هذا اسمه دفاع عن النفس، فهمت؟ هيك قلتك؟ طبعا هيك، إذا كان السبب حماية عيلتك فهذا حقك، مظبوط؟ يعني مثل ما قتلت لحتى تدافع عن عيلتك وتحميها، كمان لازم يكون سبب الحياة هو عيلتك وبس. أنت عندك زوجة بتحبك كتير وعندك بنتين الله يحميهم بيطيروا العقل، شو بده الإنسان أكتر من هيك لحتى يعيش برواق؟ ها؟ هدي حالك شوي بقى، القصة مو مستهلك لهالقد. ماشي خلص، عن جد شكرا كثير لك غسان لانك سمعت. يا زلمة طول بالك. شكرا، عن جد يسلم. الله يسلمك. لؤي انت منيح؟ منيح حياتي منيح، كيف يا ياسمين؟ ما انا منيحة بنوب، وضع صعب. نير مين قالت لنا نروح على بيوتنا مشان نرتاح شوي ونهتم بأولادنا؟ وهي رح تضل عند ياسمين. غسان كان إنسان عظيم يا روشان، حدا مانو عادي، كان طيب ومليان حنان، متواضع، بيحب عيلته، بيقدم الخير لكل الناس. من بعد اليوم أنا رح حاول كون مثله بكل شي. خير ما بتعمل حياتي، وهيك روح غسان بتكون مرتاحة. صحيح، قبل ما أنسى اسمعي قراري، رح كرس حياتي ووقتي لأعمال الخير. ايه فكرتك حلوة حياتي. ايه بعرف، أنا قررت من بعد اليوم أترك الشغل وألتفت للأعمال الخيرية.